تم تحديد الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها هو مبلغ 42 ألف جنيه شهرياً، وهو ما يمثل 35 ضعفاً من الحد الأدنى الذي يبلغ 1200 جنيه. بلغت فاتورة تنفيذ الحد الأدنى للأجور نحو 7.9 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تخصيص مليار جنيه تكلفة انتخابات مجلس النواب، وهو ما رفع من مخصصات باب الأجور. قدر مسؤول بوزارة المالية حجم الوفورات المتحققة من تطبيق قرار تحديد الحد الأقصى للأجور في مصر عند 42 ألف جنيه على جميع القطاعات التابعة للحكومة، بما يتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه سنويا، أي ما يعادل 560 مليون دولار. مشاهدينا الكرام، متواصلون معكم من جديد. دكتور فرج، كنا توقفنا عند وجهة نظر أستاذ جمال، حتى إذا كان الحد الأدنى 1200 جنيه هذا غير كافي، لن يكون هناك قوة شرائية، هناك ارتفاع في الأسعار، هناك اقتراض من جانب الحكومة المصرية، من جانب طبعا للبنوك، هناك نوع من التضخم في الاقتصاد المصري، وهذا بالنهاية غير كافي، زائد كمان أن هناك ترهل في الجهاز الإداري للدولة. من حيث التراخل في الجهاز الإداري للدولة، ودي النقطة الأخيرة اللي أشرتيها حضرتك، أعتقد أنا أشرت إلى أن هناك قانون جديد يتم إعداده في الوقت الحالي واستصداره، يعني هيتعرض على مجلس الوزراء في الجلسة الجاية، واستصداره هيتم بشكل يعني سريع، وده من حق يعني من حقنا أن احنا نتساءل عن القانون ده وإيه اللي ممكن يعمله في الجهاز الإداري للدولة. هل هيعالج السلبيات الموجودة؟ يعني مثلا هل سيعالج مثلا معدلات البطالة الموجودة، البطالة المقنعة الموجودة في جهاز الإداري للدولة؟ جمال بيه عن أن عدد كبير من الموظفين موجودين بيأدوا خدمة واحدة أو بيعطلوا بعضيهم. لا، إحنا مش عايزين كده، إحنا عايزين أن الأداء يكون أداء جيد بمعايير محددة، وأعتقد القانون اللي بيتم إعداده حاليا هيتضمن هذه المعايير الدقيقة المحددة. هل سيتعرض إلى أعداد المستشارين الموجودين في أجهزة الدولة واللي بيقدرها بعض الاقتصاديين؟ سبق أنها تم تقليص هذه الأعداد، ولكن في الوقت الحالي يتم تقليص المستشارين إلى أقل حد ممكن في الوقت الحالي. هل ممكن أن تعطينا رقم ما هم لا يعني ما عنديش حجم المستشارين محدد. ما عنديش رقم محدد، أو حتى ما عنديش مبلغ أقدر أقوله بالنسبة للمكافآت اللي بيتقاضوها، لكن كانت في يوم من الأيام ضخمة جدا تقلصت هذه المبالغ. النهاردة لما أقول أن الحد الأدنى هيكلفني 7.9 مليار، وأنا بعمل وفورات من الأجور من الحد الأقصى 4 مليار، يعني التكلفة بتاعت الحد الأدنى هتبقى 3 مليار. ده كلام جميل، ده أنا لو ما دبرتهاش من بند تاني يبقى ممكن تعمل لي تضخم، لكن أعتقد إن إحنا محافظ البنك المركزي المصري حريص جدا على إنه يراعي عملية الإصدار النقدي طبقا للقواعد والطرق الفنية. طيب بس اسمح لي، إحنا كان عندنا المجلس القومي للأجور كان في تصريحات بتقول إن هو هيأجل تطبيق الحد الأدنى للأجور، ده فيما يخص القطاع العام وقطاع الأعمال العام، لغاية يناير 2015، لأن بالفعل بنود الموازنة غير كافية. لا ده مش كده وبس، ده قطاع الأعمال العام هيطبق في يناير، وبعدين لازم تتكلم عن القطاع الخاص. ما أقدرش أكلف القطاع الخاص النهاردة بالحد الأدنى إلا لما أعدل المنظومة بتاعة الاقتصاد، بمعنى أني يبقى الراجل صاحب المصنع أو صاحب الشركة يجيله دخل عشان خاطر يقدر يدي الحد الأدنى. لكن الإنفاق الحكومي، المبلغ بتاع الأجور اللي هو في الدولة، أعتقد أن ترشيده، ما بقولش تخفيضه، بقول ترشيده أمر غاية في الأهمية. لما انتقل بعد كده إلى أن الحد الأدنى اللي أنت بتقرره مش هينفع أو مش هيقوي السوق، الحتة بتاعت العدالة، لا أنا بحقق العدالة. النهاردة لما بدي لواحد 1200 جنيه، هو كان أساسا بياخد 600 جنيه أو 700 جنيه، أعتقد أن دي هتبقى نقلة في حياته، نقلة نوعية كبيرة جدا، من 600 جنيه ل 1200 جنيه. تقول لي الله، ما هو ما فيش حد بياخد 600 جنيه، اقول لك لا، الاسعار بتزيد. معلش يا دكتور فرج، نعم امر طبيعي جدا، الدعم على المحروقات في رفع لهذا الدعم. لما طيب نتكلم عن ارتفاع الاسعار، لما نتكلم عن ارتفاع الاسعار، الدنيا مش واقفه او عند بند واحد واقفه. النهارده في اعاده تشغيل المصانع التي كانت قد توقفت في الثلاث سنين اللي فاتوا، في كثير من المصانع قطاع عام وقطاع خاص توقفت بسبب تعثر
في ماليتها أصيبت بالعسر المالي وفي هذه الحالة في عثرات مالية قبلتها. النهاردة البنوك بتحاول أنها تساند هذه المصانع طالما كان لديها فرصة للنجاح وتحقيق أرباح. أعتقد أن مثل هذه الإجراءات لا نبدأ بإجراء وننتهي ثم نبدأ في إجراء آخر، وإنما هناك مجموعة من الإجراءات الاقتصادية تتخذ على وتيرة واحدة وتبدأ من نقطة واحدة ونسير معها سويا حتى تخدم بعضها على بعض في هذا المجال. طيب اسمح لي استاذ فرج، استاذ جمال عايز تعرف طبعا عايز حضرتك. بصي يعني في هذه القضيه بالغه الاهميه، ايه الهدف الدوله من اجراء من يعني اصدار قانون خاص بالحد الادنى والحد الاقصى؟ الهدف طبعا تحقيق العداله الاجتماعيه، لكن تحقيق العداله الاجتماعيه كيف يتم من خلال اقتصاد مترهل وضعيف و40% من النشاط الاقتصادي خارج القطاع المنظم للاقتصاد، احنا بنتكلم على 40% من الاقتصاد المصري في القطاع غير الرسمي. عندك انه قطاع العقارات اللي بيقدره خبير امريكا اللاتينيه دي سوتو بحوالي 350 مليار دولار خارج الاقتصاد المصري، يعني مش داخل في عجله الاقتصاد، نظرا لانه اولا عندك قوانين العقارات محتاجه تغيير، ما انتش رابطه ما بتشجعيش الناس انها تسجل العقارات بتاعتها في الشهر العقاري، فبالتالي بتزود دخل الموازنه العامه للدوله، ما تشربت قطاع العقارات بالمصارف زي ما بيحدث في اي مكان في العالم، ان الناس تاخد مورجج بتقترض من اجل ان هم يشتروا عقارات، وبالتالي هتقدري تشجعي الملايين من الوحدات السكنيه المغلقه انها تتفتح. كل ما تقول يا استاذ جمال هي خطوات هامه من اجل الاقتصاد المصري، لكن دعني اتحدث معك في نقطه العداله الاجتماعيه. كويس. هل من باب العداله الاجتماعيه هل من الواجب الان ان يكون هناك دعم لمثل هذا القرار، بدل من يعني ان نقول لا ده في كفاءات هتخرج ولازم يكون في نظره موضوعيه؟ يعني حقيقه في بعض المنابر الاعلاميه تحديدا بتقول لا الكفاءات بتخرج، لازم ياخدوا اكتر من كده. اولا علشان تدير اقتصاد حر اقتصاد سليم لازم تدفعي المرتبات الكافيه لرؤساء البنوك ولرؤساء الشركات اللي بتعمل، انه لا يمكن انك تفكري تجيبي مثلا مصريين عندهم كفاءات عاليه بيشتغلوا في كندا والولايات المتحده الامريكيه وغرب اوروبا وتدولي له انك هترأس مجلس اداره شركه تاخد 7000 دولار، ده كلام غير منطقي، ما بيحصلش في اي مكان في الدنيا. الكوربوريت امريكا، انا مش عايز اضرب المثل ما بين الاقتصاد الامريكي الضخم والاقتصاد المصري اللي بيسعى للنمو، لكن كوربوريت امريكا بياخد له 70 و60 مليون دولار في السنه مقابل انه نهايه السنه نتائج اعماله لازم يحقق نسبه ارباح وقدرها قد كذا. بس اسمعي حضرتك، ممكن تتكلمي النهارده عن اشخاص محدوده يعني يتعدوا على الصوابع، لكن ما بنتكلمش على جهاز اداري لكل الدوله. مش هتنفع ده، اصل خدي بالك انك عايزه اكزيكتيفز يعني مديرين تنفيذيين عندهم خبره لديهم القدره على انهم يدفعوا بشركاتهم الى النمو ويزودوا ويعملوا توسعات استثمارية وخلافه، لازم تديهم المقابل مش 7000 دولار، 7000 دولار ده خدهم سكرتيرة. فهل تتخيلي ان محافظ البنك المركزي في بلد كبيرة زي مصر فيها 90 مليون ياخد 7000 دولار؟ يعني برضو مش مسألة ان انا بشكك في القرار، انا مع العدالة الاجتماعية وهدفي العدالة الاجتماعية وهدفي انه العدل يصل الى الفقراء، لكن في نفس الوقت علينا ان احنا ننظر نظرة كلية لهذا الاقتصاد، وفي مجموعه من الاجراءات ممكن تتعمل على الاجل القصير واجراءات اخرى تتعمل على الاجل المتوسط واجراءات تتعمل على المدى الطويل من هدف بهدف انعاش الاقتصاد. الولايات المتحده الامريكيه لما تحب تنعش الاقتصاد بتاعها بتعمل ايه؟ اللي بيحصل بالظبط انها بتنشط الاستثمار في البنيه الاساسيه، فبتشجع الاستثمار بقى في الاسمنت والطوب ومش عارف ايه اجراءات انعاش الاقتصاد لها خطوات محدده. كويس. طيب وتحقيق العداله الاجتماعيه لها خطوات اخرى يا سيدتي. من ضمن هذه الخطوات هو ما يراه البعض زي كده دكتور فرج، لازم مش دفاعا عن وجهه النظر دي ولكن دفاعا عن وجهه نظر البعض زي دكتور فرج. انا بقولها لك كده ببساطه، الزياده اللي هياخدها العاملين هيلتهمها التضخم وارتفاع الاسعار ان لم تتخذ اجراءات فوريه لانعاش الاقتصاد، اللي هي الاجراءات قصيره المدى. المصانع اللي اتكلم عنها الدكتور فرج
اللي هي المغلقة لابد من ضخ الدماء ليها، لابد ان القطاع المصرفي اللي نايم، القطاع المصرفي ملوش علاقة بالاقتصاد المصري، القطاع المصرفي مفروض انه بيعبئ المدخرات القومية الناشونال سيفنجز ويعيد توجيهها في كافة عروق الاقتصاد، صناعة واقتصاد، القطاعات الانتاجية وليس فقط القطاعات الخدمية. طلعت حرب لما عمل بنك مصر، عمل مصانع المحله الكبرى، وعمل مصانع مش عارف فين، وعمل استوديو مصر، ثقافه واقتصاد وانتاج وفي كافه القطاعات. الجهاز المصرفي الان لا يؤدي هذا الغرض، الجهاز المصرفي بيجري على الخدمات، بيجري على تمويل القروض، السيارات والقروض الشخصيه. كل البنوك اللي تشايفها بتعمل فروع ضخمه بتجري على الخدمات الشخصيه، لكن ما حدش له علاقه بقطاع الانتاج. لابد يا جماعه ان احنا ننظر الى موضوع بتاع العداله الاجتماعيه مرتبطه بالسياسات الاقتصاديه بالنمو. طيب ندي فرصه للدكتور فرج. دكتور فرج، يعني وجهه نظر تحترم بان مساله تطبيق العداله الاجتماعيه معلش برضه لابد ان يوقفها خطط اقتصاديه محدده من جانب الدوله. بالتاكيد، يعني النهارده ودي للتذكره لا اكثر ولا اقل، في 2008 و2009 كان في رئيس مصلحه حكوميه بيتقاضى 1,200,000 جنيه شهريا في 2008 و2009، ووصلت اليه عمل في مصلحه، رئاسه مصلحه حكوميه، على اساس انه هينقل، هيعمل طفره عاليه جدا في هذه المصلحه. ماذا قدم لهذه المصلحه؟ ايه اللي حصل من اجراءات في هذه المصلحه؟ بالعكس، ده انا شايف الفتره اللي عدا في 2008 و2009 اخرت المصلحه وما قدمتهاش. لما انتقل لحته الجهاز المصرفي والعاملين في الجهاز المصرفي، ومن كلام بيه بيقول، كلام جمال بيه بيقول ان بيشتغلوا على تسويق الخدمات او تسويق السلع اللي هي ممكن تديني دوره سريعه، لا ده في حاجه اخطر بقى، ده 60% من الودائع بيتم توظيفها في اذون خزانه، بمعنى ان بيبيعها للحكومه، واعتقد ان البيع للحكومه ما فيش اي درجه مخاطره فيه، وبياخد من الحكومه فوائد اعلى مما هو معتاد. بس في الاخر ده ليه تاثير برضو على القطاع الخاص، لان القطاع الخاص لما بيكون عايز يقترب بالسلب، حتى الاستثمارات الخارجيه، يعني مساله ان الخليج يجي بفلوسه دي ما عادتش موجوده دلوقتي، هي عايزه البنوك تقوم بالاقتراب منها عشان خاطر يقول لي انا هاخد اكتر من 42,000 جنيه. انا عايز اقول له انت بتعمل ايه؟ وبعدين هو الحد الاقصى على رجال البنوك فقط؟ لا، ده على موظفي المصالح الحكوميه بالكامل. في مصالح حكومية رئيس المصلحة بيتقاضى أكتر من 50 و60 و70 ألف جنيه، والوزير بتاعه ما بياخدهمش. فالنهاردة أنا لما بقول 42,000 جنيه بقول له إيه الخبرة اللي عندك اللي أنت ممكن تقدمها عشان تاخد أكتر من كده؟ إذا ما كانت الخبرة دي خبرة اكتسبها من الجهاز نفسه، بمعنى إنه تربى في الجهاز وتربى في المصلحة، أقول له خلي بالك بقى، تعالى ده انت بتاخد 42,000 جنيه، امال اخوك الضابط اللي بينزل في الشارع وبيتم اغتياله او بيتم استهدافه في كمين، هو قول لي بياخد كام؟ قول لي ما ده مصري وانت مصري، واحنا الاثنين في بلد واحده. طيب بس واحنا بس لا معلش، اسمح لي مساله الربط ما بين ضابط وما بين، يعني المساله وطنيه كامله، بنتكلم في اقتصاد وطنيه. طيب كامله، هرجع لك دكتور فرج، وهل المساله فعلا وطنيه؟ هل هي مساله سياسه ام يعني سياسه نقديه ومصرفيه في النهايه؟ ولكن بعد الفاصل.